يشهد قطاع البناء بولاية زوزو تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما ينعكس سلبا على تقدم الأشغال في الكثير من المشاريع، وما يجعل الكثير من أصحاب المشاريع الاستعانة بالعمالة الفارقة في وقت يعزف فيه الشباب عن قطاع البناء. المزيد في سياق تقرير صفية إبرودان وهاجر بعلي. يشهد قطاع البناء بولاية تيزي وزو تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب قلة اليد العاملة واستعانة أصحاب المشاريع بالعمالة الأجنبية. نورمال تخص مليح مليح الحمد لله كاينين باغ اكزومبل تكنيسيون من يوزي الألمنيوم والله بواط سبليد بواط ماكاسوال أكمل أنا ذاك أنا روري خدمن أمك تخص صدير ثلاث لونساج يا راه نكذي مع المن. هذا هو الدبلوم هذا يروح هذا يفتح ومن بعد نكوني صدر ما تقلب ضغط الدم هذا سيدي هذا هو انا برونت هذا في الماروك 18 موا هذا هو الدبلوم ينسى هذا راح لونسيج هذا هو الماتر الى على كل حال شنو طلب اون انيسياتيف مي ولكن كون ثاني دان دي لا مان دوفر ولا حد لا قرات نفض الخدمه قلنا نخدم ذي مدوك لكن من لا نتحل الدم صروف لنا نتحكى كيني مقارنه وسيمنا ولا شنو نحاوث نخدم دناوي لا قرا ولا شغنفوذي الخدمه. العزوف عن العمل في ورشات البناء يعرف ارتفاعا مستمرا بولايه تيزي وزو سيما بعد ظهور الشركات المصغره. صح لا سقسي كوزاليس خلا كاركونا في شونتي خلا شهرهم لاثاف مي شونتي توجور اوبليجي لقاني لي راس اوبليجي نخدم موت نخدم نكون صلاة جونيس وزمينا نسكيلا في لا جونيس نيضا من برا دمنا على ساعة سالي فارثة تغيمينا كتاكل من كل الخدم الله يبارك على كل حال قرن ميم طول الخدم وتصوفوا يا الخدمة وان شاء الله نكمل اللي سي قد قرن ورش على كل حال فرحنا كل يوم. قطاع البناء أحد أهم القطاعات التي تحتاج للسواعد الشابة، نقص اليد العاملة فيه ينعكس بالسلب على أجل تسليم المشاريع. كشف